اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، ويوم جديد، يوم سعيد، يوم تاريخي. التاريخ يتوقف اليوم في ميامي في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء قرعة كأس العالم بمشاركة 32 نادي بيزينهم النادي الأهلي. وبالتأكيد بنكون سعداء جدا بوجود الوداد والترجي ونادي الهلال السعودي. دائما وأبدا الأهلي فخر مصر في كل شيء، هو البضاعة المفتخرة، هو صانع السعادة لجماهير كرة القدم المصرية بصفة عامة وللجماهير الأهلوية بصفة خاصة. يوم جديد ولحظات سعادة جديدة يدخلها علينا النادي الأهلي كما هي العادة، وأنا في قمة السعادة وعلى يميني نجمنا الكبير كابتن خالد بيبو. مساء الفل يا كابتن خالد. مساء الفل يا كابتن، ازي حضرتك؟ منورنا. ربنا يخليك يا كابتن، أنا اللي مبسوط جدا ويوم تاريخي، والنادي الأهلي دايما معودنا على إن هو بيكسر التاريخ وبيغير التاريخ وبيبقى عنده أرقام دايما طول الوقت أنت ما بتقدرش تفكر فيه، يعني كل ما بيجي تفكر إن أنت وصلت للنهاية كفاية مفيش سقف. تقول له آه لا مفيش، لا مفيش سقف، مفيش سقف، لا نو سقف، نو سقف، نو سيلينج بالنسبة للنادي الأهلي. نورني ومشرفني زميلنا العزيز المتدفق دائما بالمعلومات والأخبار والانفرادات، صاحب الترند محمد سعيد. مساء الفل يا ابو حميد. مساء الفل يا كابتن شوبير، سعيد بوجودي معاكم على الكوكبه الكبيره من رموز واساطير النادي الاهلي، والواحد مبسوط لان لولا النادي الاهلي ما كناش هنبقى موجودين بنتكلم في حدث استثنائي زي ده، بنتكلم عن تاريخ وبطولات وقيمه ومكانه الاهلي. النهارده الناس هتشوفها على مستوى العالم. صحيح. لما يبقى الاتحاد الدولي بيقدم حاجات برزنتيشن عن النادي الاهلي في القرعه وتبقى متواجد مع كوكبة من أساطير العالم النهاردة في ميامي بفلوريدا، أعتقد ده شيء كبير جدا وشيء مهم جدا. وعلى رأي الأغنية، لولا الأهلي لولا جينا ولا تعبنا رجلينا. نورنا يا محمد ونجمنا العالمي الكبير كابتن هاني رمزي. مساء الفل يا كابتن هاني. يا كابتن أحمد مساء الفل على طبعا ضيوفك كابتن خالد ومحمد، ومساء الفل على كل جماهير النادي الأهلي. زي ما أنت حضرتك قلت يا كابتن، واحد قاعد مبسوط وانا عارف السعاده دي لكل اهلاوي قدام شاشه قناه النادي الاهلي او اي شاشه، الحقيقه بيشعر شيء من الفخر وشيء من السعاده ان احنا متواجدين عشان نتابع ونشوف نادينا الكبير النادي الاهلي وسط طبعا افضل انديه العالم، وزي ما قال محمد دلوقتي البراند الكبير جدا جدا على مستوى العالم النادي الاهلي موجود، شعار النادي الاهلي موجود في العالم، كل العالم تقريبا هيشوف النهارده براند النادي الاهلي واسم النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله كمان يشرف القاره الافريقيه واكيد بيشرف مصر في كل المحافل الافريقيه او الدوليه باذن الله. ان شاء الله الهاشتاج بتاعنا موجود مع حضراتكم، وعايز بقى من دلوقتي تغريدات كلها ورسائل كلها في حب النادي الاهلي، وهنطلع اكبر عدد ممكن النهارده ان شاء الله. تقول بحبك يا اهلي، الاهلي يا حبي، يا حته من قلبي، زي ما انت عايز. معاك الهاشتاج ومعاك بقى، قاعدين معاك النهارده ان شاء الله لحد الساعه 10، لحد ما نسلم كابتن عادل القيعي والزميل عزيز ابراهيم المنسي الهوا عشان برضو يرجعوا يتكلموا على الاهلي وفخر كاس العالم. لكن اسمحوا لي قبل ما نروح لكاس العالم نروح للنادي الاهلي في جنوب افريقيا ونطمن على الاخبار. وقبل جنوب افريقيا بنقول للكابتن محمود الخطيب، نقول للكابتن محمود الخطيب الحمد لله على السلامه يا كابتن خطيب، راجل نزل امبارح التمرين والنهارده كان موجود في النادي الاهلي واستقبل المهندس هاني ابو ريده، يعني صاحب الترشح الوحيد هو قائمته لرئاسه الاتحاد المصري لكره القدم، مشكورا يعني راح وطمن على الحاله الصحيه للكابتن الخطيب، ونفس الامر كان الكابتن حسن حمدي. وبالتاكيد الكلام بقى يعني تطرق الى مستقبل الكره المصريه، التحكيم والامور الخاصه بكره القدم، اللجان داخل الاتحاد، تطوير اللوائح، تسنين الناشئين. انا بسعد جدا يا كباتن لما اشوف الكابتن حسن حمدي، بكون في منتهى السعاده والفرحه بوجود الكابتن حسن حمدي. وطبعا المهندس هاني ابو ريده منور النادي الاهلي، شخصيه محترمه نحترمها ونقدرها جميعا ونتمنى له التوفيق. طبعا احيانا بننتقد وهذا حقنا، لكن ابدا لازم نتاكد ونؤكد على احترامنا للجميع. هذا الرئيس السابق للنادي الاهلي كابتن حسن حمدي، وهذا الرئيس الحالي للنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، وهذا الرئيس المرتقب لاتحاد كره القدم المصري المهندس هاني ابو ريده، نتمنى لهم الجميع التوفيق والصحه والعافيه يا رب. بالمناسبه كابتن محمود الخطيب هيكون هو رئيس بعثة النادي الأهلي في كأس التحدي، كأس الانتر كونتيننتال اللي هتقام إن شاء الله في قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، هتكون موعد مغادرة البعثة.
والكابتن خطيب بيتابع كل التفاصيل من هناك. نتمنى يا رب التوفيق والنجاح بإذن الله، وانه النادي الاهلي كالعاده يشرفنا. طبعا هيكون معانا زميلنا العزيز كريم من جوهانسبرج او من جنوب افريقيا عشان يحطنا في اخر تفاصيل ما حدث او ما اخبار بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا. ولحد ما يجي كريم خليني كده ابدا مع كابتن هاني. هاني يعني ما شاء الله لعبت على المستوى العالمي في سويسرا وفي ألمانيا وتألقت بشكل لافت للنظر، ما كانش لسه الأهلي بهذا الزخم وبهذه النجومية. صحيح. لكن الآن وانت أصبحت مسؤول في النادي الأهلي، شايف الدنيا والأهلي، وإحنا عملنا الكاونت من 1 لحد 10، شايف الدنيا ماشية إزاي، شايف الأهلي بالفعل قدر يحط رجله مع الأندية العالمية، قدر يبقى في مصاف الأندية الكبرى، خصوصا أنه الحمد لله 10 مشاركات، 4 ميداليات برونزية ومشاركات فعالة وشكل جيد دائما للنادي الأهلي. ما فيش شك طبعا، يمكن في فترة التسعينات الحقيقة ما كانش في أي نادي مصري على المستوى العالمي أو على مستوى الاهتمام العالمي بشكل كبير جدا. لكن الحقيقة كمان بتفكرني بأيام جميلة الحقيقة، لأن كمان على فكرة شعار النادي الأهلي كان موجود. نعم. من أول ما رحت لنيو شاتل ذا ماكس سنة 90. نعم. هتقولي إزاي؟ لأن هناك لعيب جديد بيتقدم بشكل رائع، لعيب كان اول لعيب مصري تقريبا يلعب في الدوري السويسري. لا مش تقريبا، انا كنت انت اقول لعيب فعلا. فنزل طبعا السي في بتاع هاني رمزي. فطبعا ولاد واحد من ولاد النادي الاهلي، فتواجد شعار النادي الاهلي على هذا السي في وعلى هذا البرزنتيشن. كمان انتقل في اي نادي كنت بروحه بيعملوا زي البروفايل لكل لعيب، في كروت كده بتتعمل يبقى اللعيبه بتمضي عليها، بيبقى فيها السي في بتاع اللعيب من ورا. فبيحط هاني رمزي كان بيلعب مثلا في نيوشاتل، دلوقتي فيردا بريمن، كان لاعب في النادي الاهلي. فالحقيقه اسماء الانديه المصريه ما كانتش متواجده بشكل كبير في اوروبا. نعم. لكن اللي انت بتتكلم على يمكن 10 سنين اللي فاتوا، لا تواجد الحقيقه تواجد النادي الاهلي وبقوه. نعم. وبشكل اكتر من رائع على الاحداث العالميه. ده نتيجه شغل كبير جدا، وده مش اي الحقيقه مش اي نادي يوصل لهذه المرتبه. انك تتواجد على المستوى الاوروبي ده شيء رائع جدا. اكيد محترفينا في الخارج بيساعدوا ان هم الناس تتفرج ما بين قوسين على الكره المصريه، ولكن بالاخص النادي الاهلي اللي بيتواجد دايما في المحافل العالميه وبنتائج جيده، ممكن جدا تتواجد وما يكونش ليك بصمه في اي دوله او في اي بطوله تخشها. لكن الحقيقه النادي الاهلي في السنوات الاخيره في كاس العالم للانديه دائما وابدا بيكون صاحب ميداليه، دائما وابدا بيكون صاحب اداء جيد جدا. وهذه النسخه الحقيقه نسخه انا شايف انها يعني نسخه ممتازه، نسخه رائعه من كاس العالم. نعم. تواجد النادي الاهلي بهذه الصوره، وزي ما قلنا لو بنتكلم على القيمه التسويقيه للنادي الاهلي وبنتكلم على عدد الرعاه اللي ان شاء الله باذن الله كمان يزيد بعد هذه البطوله الدوليه، ده شيء مهم جدا جدا. ان شعار النادي الاهلي كمان من شهر كان بيزين شوارع فلوريدا ونيويورك. مزبوط. كل الانديه العالميه، ودلوقتي زي ما بقول لك النهارده ان شاء الله مش احنا بس، مش قناه النادي الاهلي بس اللي هتشوف شعار النادي الاهلي، العالم كله الحقيقه. شيء من الفخر، وده شيء يسعد. يعني انا لو مكان اللعيبه الحقيقه لازم يعني الواحد يتمنى ان البطوله دي بكره. انا حاسس كاني عايز ارجع تلعب. اه والله. وخالد بيبو عايز يسخن. يعني بص يا كابتن تعالى بقى ونتكلم. انت عشت معانا اجواء كاس العالم. والله طبعا. انت اللي عشت معانا، انا عشت معاك وانت بتهزر ولا ايه؟ شفتوا النبي يا خالد اولها كده. انت كابتن اللي سيبه. انا حبيبي اصلا. لا كنت طبعا يعني انت بتحس يا كابتن بمتعه ما بعدها متعه، واعتقد هذه النسخه من كاس العالم للانديه هي بمثابه كاس عالم للاعبين. ده صحيح. خلينا نروح لجنوب افريقيا، زميلنا العزيز كريم احمد يطمنا على اخر الاخبار، التدريب، الدنيا شكلها عامله ازاي. كريم مساء الفل عليك، اخبارك ايه؟ اخبار البعثه ايه؟ الجو، الدنيا، الاجواء بصفه عامه شكلها عامله ازاي؟ كل التحيه والتقدير ليك يا كابتن شوبير ولكل جمهور النادي الاهلي العظيم. يعني ان شاء الله باذن الله على بركه الله يكون 3 نقاط ويكون نتيجه ايجابيه بالاصرار اللي احنا عارفينه على لعيبه النادي الاهلي، بالمجهود اللي بيبذل، مجهود اداري تنظيمي فني، الكل الحقيقه بيجتهد ان شاء الله عشان يسعد جمهور النادي الاهلي. يعني هبدا معاك يا كابتن شوبير الحقيقه بالطقس، يعني صعب جدا الحقيقه الطقس، درجه الحراره تصل ل 37، الرطوبه الحقيقه بتصل ل 80%. النهارده يمكن تدريب فريق النادي الاهلي كان في تمام الساعه 3 عصرا، الجو كان صعب جدا، درجه الحراره كانت 35
لكن الرطوبه عاليه. بنعمل ان شاء الله يوم المباراه يعني الاجواء والطقس والمناخ والظروف كلها ان شاء الله تكون معانا، لكن في مجهود كبير جدا بيبذل من الجهاز الطبي، توفير الامور الخاصه بالسوائل عشان الريكفري، الامور الخاصه طبعا الطبيه اللي بتساعد بشكل كبير جدا لعيب النادي الاهلي ان انت تقوم بالريكفري بشكل سريع جدا. لكن لو عايز اكلمك كابتن شوبير النهارده على التدريب، الحقيقه بتفرق معانا جدا التدريب الاول لما بنشوفه. نعم. بنلمس منه حاجات كتيره جدا، بنشوف الحماس الكبير للعيبه النادي الاهلي، بنشوف انكار الذات، كل واحد بيشجع الثاني النهارده. على قد ما الرحله كانت شاقه جدا يا كابتن شوبير، امتدت ل 10 ساعات، لكن النهارده يمكن كان التدريب متنوع شويه. كان في جزء في استشفاء شويه، لكن كان في مربعات، كان في شوط على المرمى، كان في كروسات، في روح كبيره جدا وفي حماس كبير جدا. امام النهارده كان متالق جدا، كهربا، يحيى عطيه الله، حسين الشحات، كل المجموعه النهارده كان عندها روح كبيره جدا. على قد ما درجه الحراره كانت عاليه، لكن شايفين الاصرار في عيون لعيب النادي الاهلي، وده امر مهم جدا بيدينا مؤشر ايجابي. تدريب الغد هو تدريب عادي مفتوح للاعلام، بيكون كلها امور عاديه، لكن تدريب النهارده الحقيقه كان ليه يعني طابع كبير جدا بالنسبه لنا، وبالشكل العام اللي انت هتشوفه اكيد يا كابتن شوبير من خلال الهايلايتس اللي بتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي، من عيون اللعيبه، من اصرارها، من احاديث اللعيبه، كان امر مهم جدا. لكن الحقيقه كمان يمكن مستر كولر اجتمع باللعيبه في نقاط مهمه جدا، اكد على اهميه المباراه، لابد يكون دخولنا في المباراه جيد جدا. الراجل اتكلم على محاضره سريعه النهارده في التدريب، وفي استيعاب كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي شفناه النهارده في التدريب. الراجل بيحاول ان هو في المحاضره النظريه يقول بعض الامور بتطبق الحقيقه بكل جديه، وده كان امر مهم جدا. فقدان الحقيقه مصطفى شوبير، يعني عايز اقول لك لعيبه زعلانه. مصطفى الحقيقه واحد من اللعيبه الكبار، القيمه الكبيره جدا، موهبه كبيره جدا، لكن بنتمنى له ان شاء الله يعود من جديد. مصطفى شوبير حارس مرمى للنادي الاهلي، الموهبه الرائعه ان شاء الله باذن الله. هو طبعا اكيد الاصابه انت عارف اكيد يا كابتن شوبير، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا شايل له الخير خلال المرحله القادمه. الاجواء مطمئنه جدا. عايز اكلمك كمان سريعا على الامور الخاصه بالتذاكر. الحقيقه كابتن حسام غالي كعادته طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي اجتمع بالمنسق طبعا الخاص بالنادي طبعا اورلاندو، اتكلم على التذاكر. خلاص يمكن تم تحديد 200 تذكره لجمهور النادي الاهلي او الجاليه المصريه، 8 تذاكر للي في في اي بي، 10 تذاكر للفي اي بي، 25 اي دي طبعا للاعبين والجهاز الفني والبعثه، و25 ايضا اي دي كمان. يمكن دي كان في اتفاق مهم جدا مع الكابتن حسام غالي، دخولهم ازاي هيقعدوا في المدرجات. ممكن يبقى العدد قليل، لكن الامور كلها بتكون تنسيقيه وتنظيميه مهمه جدا. طيب. يا رب ان شاء الله بس يا كابتن شوبير يعني يوفق لعيبه النادي الاهلي في تدريب الغد، والامور ان شاء الله ماشيه بشكل طيب جدا. عايز اسالك شويه اسئله يا كريم. اولا بالنسبه للعائدين من الاصابه، وسام ابو علي واشرف داري، اخبارهم ايه؟ الحقيقه كابتن شوبير وسام واشرف النهارده شفناهم في كل مراحل التدريب، في السبرنتات، في الترنات، في الكروسات، في الشوتنج. الحقيقه بيعلنوا يعني يعني الكمال. طبعا الاصابه الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا عليهم، ممكن غابوا، لكن النهارده بيظهروا كل امكانياتهم. النهارده الحقيقه كان تدريبهم قوي جدا، شاركوا في التدريب بالكامل زي ما بقول لك النهارده مع الطقس الحار، درجه الحراره كانت عاليه، لكن شفنا السبرنتات والامور اللي هي بتطمننا على مدى الجاهزيه الطبيه طبعا للاعيب النادي الاهلي. اشرف النهارده شارك بشكل قوي جدا، وسام ايضا كمان مع المشاركه، ويمكن كان مستر كولر خصص كده يعني بعض اللعيبه ان هي تشوط تفاولات على المرمى، وده كان امر مهم جدا. كان منهم الحقيقه وسام متالق بشكل كبير جدا، ان شاء الله باذن الله يكون اضافه لاختيار الامثل باذن الله ان شاء الله لمستر كولر، مع طبعا التقييم الخاص، الامور طبعا الخاصه بالهيت ماب او الخريطه الحراريه اللي بيقيس عليها امور عديده جدا في الجرعات التدريبيه، وايضا كمان في الدقائق اللي بتحسب طبعا فيها المباريات. لكن الحمد لله اشرف داري يعني ادى تدريب مميز جدا، وايضا كمان وسام ابو علي ادى اداء رائع جدا يا كابتن شوبير. طيب اسالك عن امام. انت قلت لي في بدايه الكلام انه امام اتمرن بشكل قوي جدا ولفت الانظار، بس عايز اتكلم على العلاقه اللي بينه وبين الكابتن رمضان وبينه وبين مستر كولر. الحقيقه يعني امام واحد من اللعيبه الرائعين المميزين اللي اكيد يعني نظام النادي الاهلي واسسه الكبيره جدا وكبرياء النادي الاهلي هو بيشوفه وبيتعلمه اكيد بشكل كبير جدا يا كابتن شوبير. نعم. العلاقه طيبه جدا الحقيقه بين كابتن رمضان، بيحاول ان هو يتكلم معايا، يستفيد بالخبره الكبيره جدا من كابتن. نعم. رمضان، ومن كل الحقيقه خبرات لاعبي النادي الاهلي. مستر كولر ايضا كمان الحقيقه يعني بيشيد بامام في التدريبات، وبيحاول ان هو يعني يطلع منه كل اللي عنده، بيكلمه على طول في هذا الامر، بيقول له انت عندك اكتر من كده، حاول ان انت تجتهد. نعم. بشكل كبير في المباريات. علاقه رائعه وعلاقه طيبه، وانكار الذات في المجموعه ده امر مهم جدا، يعني الكل بيجتهد زي ما بنقول يا كابتن شوبير، عشان كده ربنا بيوفق المجموعه كلها، بيوفق الجهاز الفني، ده امر. نعم. مهم. الكل قلبه على قلب طبعا زميله اللي قاعد على الدكه زي ما بنقول، زي اللي بيلعب في الملعب، هي دي روح النادي الاهلي. بنعمل بمشيئه الله ان شاء الله غدا هيكون التدريب الاخير، اجتماع فني هيكون الساعه 1 ظهرا، 2:30 هيكون المؤتمر الصحفي لمستر كولر والكابتن شناوي، 3 عصرا موعد المباراه، هو موعد التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله الامور كلها تكون طيبه، الامور كلها الفنيه الطبيه الاداريه تكون على اكمل وجه ان شاء الله، ويستطيع النادي الاهلي باذن الله بطل افريقيا نحقق نتيجه ايجابيه في اجواء صعبه جدا، لكن بمشيئه الله كابتن شوبير كل الامور تكون في نصيب النادي. طيب كريم، انا عارف بيبقى متوقعين حاله الطقس، انت يعني
قلنا 37 درجة حرارة ورطوبة عالية جدا تقترب من 80%. هل يوم المباراة في أخبار عن حالة الطقس؟ يمكن لما بنشوف يا كابتن شوبير طبعا على الخريطه طبعا او على الشكل العام بالنسبه للمباراه طبعا الطقس هي 35 وتصل طبعا الرطوبه ل 70%، وده يمكن امر صعب شويه. عشان كده بقول لك الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا 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 مع لاعبي النادي الاهلي سواء في التدريبات وتحديدا كمان يوم المباراه. الامور صعبه شويه لكن مش صعبه على النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب في امور اكتر من كده، رحله شاقه، بيكون في ترتان، بيكون في امور صعبه جدا. عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه، في الجهاز الفني، بشخصيه النادي الاهلي وبروح النادي الاهلي. نستطيع ان شاء الله كابتن شوبير نعود من هنا من سبيرج بنتيجه ايجابيه في مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. هل الفرقه هتشوف القرعه مجتمعه ولا كل واحد بطريقته؟ يمكن يا كابتن شوبير دي نقطه مهمه جدا الحقيقه. يمكن بنحاول ان احنا طبعا يعني نشوف الامور هتبقى ايه بالتجمعات بالنسبه للعيبه، عارفين طبعا ان كل بينتظر قرعه طبعا الخاصه بكاس العالم للانديه ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. يمكن الجهاز الفني اكيد هو اللي هيحاول ان هو يشوف القرعه واللعيبه يمكن لها مطلق الحريه، لكن حتى هذه اللحظه ما فيش شكل عام بالنسبه للتجمع، لكن ممكن يكون في تجمع للعيبه. لعيبه يمكن عندها 10 الساعه 9 مساء، في ساعه بين القرعه وبين العشاء، فمنتظرين ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون متجمعه تتابع القرعه ان شاء الله باذن الله. لكن اللعيبه انت عارف الفصل المهم جدا يا كابتن شوبير ان هي بتركز، لكن الكل عنده شغف في البطوله طبعا العالميه، بطوله كاس العالم للانديه ومشاركه النادي الاهلي كبير القاره. النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني الكل حي، وكابتن حسام غالي عايز يعرف هيواجه مين، عايز يشوف القرعه، فان شاء الله باذن الله الامور تكون طيبه جدا مع فريق النادي الاهلي. كابتن شوبير كريم احمد زميلنا العزيز من جنوب افريقيا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمه. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين ثم نتواصل.